محمد نجيب، بصور من 3 سنين، شغال مصور تبع وزارة الري في المكتب الإعلامي هناك. أنا مشارك النهاردة بالصورتين دول، دي اسمها أمبريلا ودي فور سيزون. كل واحدة فيهم هنا بتلمس بحاجة. هنا الأمبريلا ديت كنت في ورشة مغلقة مع الفنان محمد منتصر، هو رائد في الفن دوت من تصوير النقط المية. الصورة نفسها على شكل، طبعا زي ما انتم شايفين كده، هي عاملة شكل الأمبريلا نفسها. الصورة دي بتاخد مجهود ووقت طويل جدا عشان تطلع، للإعدادات بتاعتها بأجهزة وبمعدات كتيرة، ولازم الواحد يبقى عنده صبر عشان يقدر يطلع الصورة. طبعا الشكل احنا ما نقدرش نتحكم فيه قوي بدرجة كبيرة، يعني بنقدر نتحكم بس في حجم الأمبريلا لما بتتفتح، لكن كشكل نفسه ما نقدرش نتحكم فيه عشان دي نقط مية احنا بنتحكم في نزولها. أما الصورة ديت دي اسمها فور سيزون، شايفين هي متقسمة لأربع حالات، هنا الأصفر أزرق، اللون اللي طالع من الأصفر والأزرق، واللون البنفسجي ده اللي طالع من الأزرق اللي مختلط بالأصفر. هي سمت الفور سيزون عشان ده أصفر، هنا الصيف شتاء خريف، ودوت هنا الربيع. الصورة دي متصورة هنا في السقف في واحدة من الحفلات من السقف. يعني ده كشاف من الكشافات الإضاءة اللي بتستخدم على المسرح، ودوت الدخان اللي بيستخدم اللي يعمل الإفكتس اللي بتطلع على المسرح مع السينجر أو الأكتر اللي بيعمل حاجة على المسرح. وأنا خدت اللقطة وهي 3 لقطات.